تمام. هلا بنفس الطريقه بدنا نيجي على الوزن. وزن البرودكت له دخل بنوع الماتيريال يلي انا بستخدمها؟ إله دخل طبعا 100% له دخل. لما احط ستيل غير لما استخدم خشب بلوط، لما احط خشب بلوط غير لما استخدم انفورسد ماتيريال معينه يعني كومبوزيت ماتيريال بكون لها وزن ثالث. فهل الويت له دخل بالماتيريال؟ يس. قد ايه النسبه او قد ايه الرقم؟ 9 لا اقل. 7 المترو والويت إلهم دخل ببعض يعني مش كثير مش كثير يعني يا اما 0 و1 لا شو 5 لا مش 5 1 اوكي ما يا 0 يا 1 لانه الوزن والدايمنشن مش كثير إلهم علاقه وكان مش ما إلهم مش بالمره. لما يكون الإشي كثير كبير يكون لازم يكون له وزن اعلى بس ستيل مش بشكل مباشر لأنه أنا بس أعمل إنتاجية كاملة رح أكون عاملة دراسة للسوق وعارفة حالي بنزله مثلاً بالأردن ولا بالصين. فإذا رح يكون وزن الكرسي اللي نازل للأردن كله متشابه ووزن الكرسي اللي نازل للصين كمان متشابه. بس لما نيجي نقارن كرسي الصين كرسي الأردن طبعاً حيكون مختلف لأنه الأحجام هم مختلف. أو مثلاً بريطانيا والصين قديه هدول عمالق وقديه هدول صار، فطبعا رح يكون في فرق بيناتهم بس للشريحه الواحده ما حيكون في فرق. هلا الويت والكواليتي، عمرك شفت حدا رفض الكرسي لانه خفيف او تقيل؟ يعني انا ما شفت بس ممكن ترى في ناس يعني نسبه 10%. هلا في ناس مثلا في ناس بيجي بيحكي لك الكرسي هذا كثير تقيل معناته بتحمل منيح الكواليتي تبعته كثير كثير قويه قوه اوكي ممكن. طيب قد ايه بتعطيها قيمه؟ هلا مش كثير لانه مش كل الناس، فخمس منيح. خمس اوكي انه بفضل ثلاث بس ماشي خلينا ناخذ كاكزامبل. هلا احنا كيف لازم نحسب السكور هذا الفاينل؟ هون ببساطه نضرب كولوم بكولوم. كيف نضرب 5 × 7 زائد 3 × 5 زائد 3 × 1 زائد 1 × 7. الكولوم الثاني تبع الانثروبومتري بنروح نضرب 5 × 9 زائد 3 × 3 زائد 3 × 9 زائد 1 × 1 هيك وبنجمعهم. خلينا نعمل كالكوليشن هاي سريعة عشان نطلع الفاينل سكور. هلا بالنسبة للماتيريال اللي هو 5 × 7 = 35 زائد 3 × 5 = 15 زائد 3 × 1 = 3 زائد 1 × 7 = 1 هون 60 سكور. هلا بالنسبة للأنثروبومتري شو حيكون عندنا؟ هيكون عندنا 9 × 5 اللي هو 45 زائد 9 زائد 27 زائد 1 هذا قديش؟ 82. الكواليتي هيكون 5 × 7 اللي هو 35 زائد 15 زائد 15 زائد 5 70. فإحنا هلا رح نروح للأعلى سكور ونحكي إنه هو أهم واحد رح نبدأ من عنده الديفلوبمنت. يعني إحنا لو بدنا نزيد شغلة بنروح بنركز على الأنثروبومتري وبنبدأ شغل من هناك. ليه؟ لأنه هو الأعلى سكور. تمام؟ تمام.